الخير على حضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من همزة وصل. النهاردة حلقتنا يمكن مهتمة بملف معين وهو ملف الصحة. هذا الملف اللي الدولة أعطته اهتمام كبير جدا في السنوات الأخيرة ومن الملفات على رأس أولوية الدولة في توفير كل ما يحتاجه هذا الملف للنهوض به وهو ملف الصحة. يمكن الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه النهاردة هو مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء تماما على قوائم الانتظار في المستشفيات اللي عانى منها الآلاف من المصريين ويمكن في ناس كانت بتفقد حياتهم انتظارا لإجراء عمليات جراحية. أيضا الموضوع اللي يكون معنا الآخر فيما يتعلق بالترند الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هو مرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي واللي محبيه ومتابعيه أطلقوا له هاشتاج خاص به لمؤازرته والوقوف جنبه فيما يتعلق بمرضه واللي هنتعرف عليه أكثر من خلال حلقتنا النهاردة. وكمان المهم معنا النهاردة الشائعة زي ما شفنا بالأمس في المؤتمر الوطني للشباب الشائعة كانت بيتم التعامل معها في مجلس الوزراء بشكل سريع وإزاي بنقدر يتعامل معها ونفيها أو إثبات صحتها. والخبر اللي معانا النهاردة هو أن العاملين بالقطاع الخاص هيتم منعهم من أو حرمانهم من التأمين الصحي الشامل الجديد ودي شائعة انتشرت بشكل كبير جدا وبتهدف بشكل كبير إلى تقويض جهود الدولة اللي بتهدف لتوسيع مظلة التأمين الصحي الاجتماعي اللي بتشمل كل المواطنين. طبعا هذا الخبر اللي انتشر بسرعة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لاقى اهتمام من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء واللي أصدر نفي رسمي بعد الرجوع لوزارة الصحة والسكان للتأكد من مدى صحة هذا الخبر. وطبعا خلونا نعرف مدى صحة هذا الخبر من المعنيين والمختصين بهذا الموضوع وهيكون معايا عبر الماسنجر الدكتور يوحنا الخراط عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل. دكتور يوحنا تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بك. طبعا ملف الصحة من الملفات الشائكة اللي أي حد بيحاول يحبط الشعب بيتجه ليها بشكل أساسي ويطلق شائعات تمس هذا الملف الحيوي والحساس جدا. كيف يعني تلقيت هذه الشائعة وتطمن المشاهدين على خطأ هذه الشائعة اللي انتشرت بشكل كبير؟ شوف حضرتك، أنا أحب أطمن الناس كلها أنه لا يوجد مجال يخلو من الشائعات في مصر طبعا، وزي ما سيادة الرئيس قال ونحن كقادة تنفيذيين في الدولة بتمر علينا الشائعات دي يوميا تكاد تكون كل دقيقة يعني، لكن للأسف لا يوجد أي سند أو أي قانون موجود في مصر إلا ويتعامل مع هذه الشائعات بخصوص ما أثير حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص من التأمين الصحي. نعم. أنا بس عايز أذكر السادة المشاهدين وأرحب بهم من خلال منصتك الكريمة أنه ارجعوا للقانون يا جماعة. القانون في مادته الأولى مادة الإصدار، هذا القانون تضمن مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية. أظن مفيش توضيح يدل على أن الدولة تريد بشتى الطرق إثبات للمواطن، مش عايز أقول حسن النية، لا، إنه هذا المواطن هو محور اهتمام الحكومة. هذا القانون هو قانون إلزامي لجميع المصريين داخل جمهورية مصر العربية وتغطي مظلته جميع المصريين دون التمييز ودون تحديد اي فئه. نعم. دافع لغير القادرين. نعم. مفيش اوضح من كده. نعم، بشكرك بالطبع، شكرا جزيلا الدكتور يوحنا الخراط عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا تواجدك معنا. يعني زي ما شفنا مشاهدينا الشائعة النص المادة بيكون واضح وصريح بشكل كبير، ولكن
طبعا من يريدون اطلاق الشائعات بيدوروا على اي مخرج ممكن يحاولوا يقنعوا المواطن ان الشائعه اللي بيطلقوها ممكن تكون صحيحه. ونتمنى اي حد عارف ان الشائعه دي واصله لحد بالشكل ده الخاطئ، دورنا احنا كمواطنين ان احنا نساعد الدوله في نشر النفي كمان، حتى زي ما احيانا بنشارك في نشر الشائعه. خلونا نروح برضو للموضوع اللي ذكرته لحضراتكم في بداية الحلقة عن لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا ومرضه، واللي لاقى اهتمام كبير جدا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واللي تصدر المؤازرة ليه تصدرت كترند على جميع المواقع. وخلينا نروح للزميلة آلاء حامد عشان تعرض لنا هذا الترند وكيف تعامل المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعي معه. مساء الخير ميرفت ومساء الخير مشاهدينا. بالفعل يعني من أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة هو هاشتاج لمؤازرة ومساندة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا في إصابته يعني التي لحقت به منذ فترة، يمكن نتكلم عن شهرين أو أكثر. وبالفعل تم إعلان أنه النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بيؤازر وبيدعم وبيساند اللاعب مؤمن زكريا، وأيضا النادي الأهلي يتحمل كافة تكاليف علاجه سواء في الداخل أو الخارج. زي ما احنا متابعين النادي الأهلي على صفحته الرسمية على تويتر بيقول أنه بيتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا ومستحقاته المالية بقرار مجلس الإدارة، وده من شهرين ومستمر حتى يعود اللاعب إلى الملاعب. وطبعا في مساندات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتكلم تحديدا عن تويتر، بتؤكد على المساندة النفسية للاعب مؤمن زكريا حتى يعود إن شاء الله إلى الملاعب. معنا مشاركة أو تغريدة من حازم إمام بيقول إن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا مؤمن زكريا، ألف سلامة عليك يا بطل. طبعا إحنا كلنا بنساند أيضا اللاعب مؤمن زكريا وبنتمنى له الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى الملاعب. عمرو السولية أيضا، اللاعب عمرو السولية بيقول كلنا معاك يا حبيبي وفي انتظارك، في انتظار عودتك من تاني، إن شاء الله هترجع أقوى من الأول، خلي عندك ثقة في ربنا وفي نفسك زي ما عودتنا. خالص تمنياتنا طبعا بالشفاء كابتن مؤمن زكريا. في أيضا تغريدة أخرى من محمد هاني بيقول أنا متأكد إنها فترة وهتعدي، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع أحسن وأقوى من الأول بكتير. في كمان طبعا كابتن أحمد حسن بيقول سلامتك يا مؤمن، ألف سلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، وكلنا معاك وحواليك وربنا يطمننا عليك. يعني كل طبعا الدعم والمساندة في هذه الأزمة. أحمد فتحي بيقول مؤمن أخويا وصديقي العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك وإن شاء الله ترجع أحسن وأقوى من الأول، كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل، واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي. تعليق من طبعا تغريده من اللاعب مؤمن زكريا نفسه بيقول شكرا على الكلام الحلو، ان شاء الله هرجع من الاصابه احسن من الاول باذن الله. خالص التمنيات طبعا بشفاء للاعب النادي الاهلي مؤمن زكريا. ويعني نحاول ناخد تعليق اكتر كمان واضافه للموقف وهذه الازمه اللي بيمر بيها اللاعب. معانا على التليفون استاذ احمد فوزي الناقد الرياضي. استاذ احمد بعد التحيه، ازاي تابعت اطلاق يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهاشتاج دعم ومسانده للاعب مؤمن زكريا في ازمته الصحيه اللي بيمر بيها، ولو عند حضرتك تفاصيل عن حالته الان؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين. طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لنجمنا مؤمن زكريا والعوده للملاعب مره اخرى. طبيعي هي كانت حملة منطقية جدا، وكالعادة في الأزمات بتوحد المجال كله والناس كلها بتتسابق علشان تظهر الدعم لكل شخص يستحق الدعم، ومؤمن زكريا في موقف يستحق فيه الدعم طبعا. وبالتالي كان تعاطف زملائه من مختلف انتماءاتهم شيء طبيعي جدا ويحيون عليه. بالنسبة لمؤمن زكريا وتفاصيل إصابته، فما فيش إعلان رسمي من اي طرف في الازمه دي، فسواء انا عندي معلومه او لا ما افضلش الحقيقه ان انا اتكلم عن مرض او اصابه ما دام ما فيش اعلان رسمي، لان حتى دي ممكن تكون مضره اكثر ما هي مفيده بالنسبه للشخص. فبالتالي كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نساند اللاعب وندعو له بالشفاء زي ما حضرتك قلتي،
وننتظر عودته باذن الله. يعني هو المرض طبعا مرض فيه بيأثر على خلايا الاعصاب، مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو يعني للاسف مرض خطير بيأثر على خلايا الاعصاب. يعني لو عند حضرتك معلومات عن حاله مؤمن زكريا دلوقتي وامتى بالفعل يقدر يرجع الملاعب؟ ما زي ما قلت لحضرتك هو ما فيش اعلان رسمي من النادي ولا من اللاعب ان هو عنده اساسا المرض ده، فبالتالي حتى لو هو ده فعلا فانا ما اقدرش ان انا اتكلم عنه الا لما يكون في اعلان رسمي. فانا زي ما قلت يعني اعتقد دي مش هتفرق مع حد غير ان احنا ندعو ليه ان هو بالشفاء ان شاء الله، وان هو يرجع سليم وامن لينا، ودي اهم حاجه صحته اهم اي حاجه، اي سبق او اي حديث عن عودته يعني امتى او ايه اللي عنده بالظبط. بنشكرك جدا استاذ احمد فوزي الناقد الرياضي، واكيد سلامه اللاعب بتمنى طبعا دلوقتي اللاعب مؤمن زكريا كل التمنيات بالشفاء العاجل والعوده كمان الى الملاعب. واكيد يعني هذا الهاشتاج اللي اطلقه رواد التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر هو للدعم والمؤازره النفسيه، واكيد طبعا ده هيكون مهم جدا في بجد او حصول اللاعب على الشفاء العاجل، وصوله الى الشفاء العاجل قريبا. بنستكمل معاكم حلقتنا في همزه وصل، وبنروح دلوقتي لموضوع الحلقه الرئيسي، وبنرجع بعدها طبعا ناخد بعض التعليقات مره ثانيه من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اليك ميرفت. شكرا لك يا الاء. طبعا مشاهدينا يعني زي ما ذكرت لحضراتكم في البدايه ان موضوع الحلقه الرئيسي هي مبادره السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات 444 يوم. الرقم ده نركز معاه، وبعدين نقول 17 يوم، ده الفرق اللي أحدثته هذه المبادرة. كان المريض بينتظر 444 يوم، أي ما يقرب من سنة ونصف، عشان ياخد دوره في إجراء عملية. دلوقتي 17 يوم كحد أقصى لإجراء تحديد موعد لإجراء العملية. ومش بنتكلم على أي عملية، بتكون دايما أمراض الحرجة، يعني ممكن كتير جدا كانوا بينتظروا أو كانوا بينتظروا هذه المدة ممكن يفقدوا حياتهم في خلال هذه الفترة. ولكن بعد هذه المبادرة أصبحت الفترة فقط 17 يوم. من منذ إطلاق هذه المبادرة في يوليو من العام السابق بنتكلم في 232,633 عملية جراحية تم إجراءهم حتى سبتمبر الحالي، بتكلفة وصلت لمليار و465,000 جنيه، رقم كبير جدا، عدد أكبر، مدة قصيرة جدا استطاعت هذه المبادرة. هنلقي الضوء مع حضراتكم النهاردة على هذه المبادرة ونجاحها، وإن شاء الله استمرارها، وإنها تتطرق كمان للأمراض غير الحرجة والقضاء تماما على هذه القوائم من خلال الإجابة على سؤال حلقة اليوم على موقعنا على الفيسبوك. كيف ترى نجاح مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى؟ بالطبع ننتظر مشاركات حضراتكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إيجي. خلونا قبل ما نبدأ مع المختصين نروح نشوف تقرير حول موضوع الحلقة ونرجع مع حضراتكم سريعا. نبدأ المقال. المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة حققت العديد من الأهداف، أبرزها تخفيف المعاناة عن المرضى وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى ومنع تراكم قوائم جديدة والتنسيق بين مقدمي الخدمة الطبية في مصر وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وتوفير بيانات وإحصاءات دقيقة. وزارة الصحة أعلنت عن الانتهاء من إجراء 232,633 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، بتكلفة إجمالية بلغت 1,465,628,000 جنيه مصري، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي. جدير بالذكر أن أكثر العمليات الجراحية التي تم إجراؤها كانت في قسطرة القلب، والتي وصلت إلى 103,643 عملية قسطرة قلب، تليها جراحات الرمد بواقع 75,040 عملية، إضافة إلى جراحات القلب المفتوح والمخ والأعصاب وجراحات العظام وجراحات الأورام وزراعة القوقعة وزراعة الكلى وزراعة الكبد. ويذكر أن متوسط وقت الانتظار قبل تنفيذ المبادرة وصل إلى 400 يوم، وبعد تطبيقها وصل إلى 17 يوما، وهو ما يعد إنجازا تفوقت فيه الدولة المصرية على دول أوروبية يصل فيها وقت الانتظار إلى عام ونصف. الأمر الذي أشادت به العديد من الهيئات الصحية
وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. خبراء أكدوا أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار أعطت دلالات ومؤشرات صحية فتحت الطريق لإطلاق مبادرات رئاسية أخرى، ومنها مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وأخيرا مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لدى حديث الولادة، ومبادرة زراعة القوقعة التي سيتم تفعيلها نهاية الشهر الجاري. مبادرات كلها تهتم بشكل أساسي بملف الصحة اللي عانى منه المصريين لسنوات طويلة جدا، ومن الملفات الأساسية صحة المواطن والنهوض بالمواطن المصري. كان شعار السيد الرئيس أن يعني تكوين الإنسان المصري، وكان من أهم هذه المقومات هي الصحة الجيدة. وشوفنا كل هذه المبادرات اللي أشادت بها كل المؤسسات، وكمان منها مؤسسات دولية. طيب، يمكن التقرير وضح الكثير من المعلومات الخاصة بهذه المبادرة والأعداد. هنتكلم بشكل أكتر عن الاستفادة اللي هتعود على كل المتعامل في المبادرة أو تمس هذه المبادرة، وكمان مراحل تطورها، لأن أكيد مش هتقف عند هذه المرحلة، هيكون ده مع المختصين. ولكن بالطبع قبل ما أبدأ معاهم اسمحوا لنا أن نستعرض آراء حضراتكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج، اللي فعلا بتفيدنا بشكل أساسي في طرح أسئلتنا على ضيوفنا. وهنروح مرة تانية للزميلة آلاء حامد عشان تستعرضها لنا. إليك مرة أخرى آلاء. شكرا ميرفت، وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وإلى تعليقاتكم حول موضوع الحلقة. بالطبع عندما يتعلق الأمر يعني موضوع هام خاص بصحة المصريين، نتحدث عن قوائم الانتظار وهذه المبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، فبالفعل يكون هناك تجاوب كبير مع موضوع الحلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونتعرف على تفاصيل ما ورد إلينا من آراء الآن معكم، والبداية مع محمود الضوي يقول: أهمية نجاح مبادرة السيد رئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار في إنهاء معاناة الآلاف من المرضى، هو بالطبع قرار صائب رأفة ورحمة للمرضى لسرعة الشفاء وإزالة الألم. فهو يشكر السيد الرئيس على التدخل لوقف آلام المرضى أول بأول، وحتى نصبح دولة متقدمة. عفاف سيد تقول: مبادرة جيدة لا تقل أهمية عن حملة 100 مليون صحة. أمير حسونة أيضا يقول: خطوات ثابتة نحو طريق يستدام في الرعاية الصحية للمواطن المصري والاهتمام بالصحة العامة، فبعد ذلك تعود كل هذه المبادرات بالرخاء والأمل لكل أسرة وعائلة، ويضمن كرامتهم بالعلاج والمساعدة لهم في أشد أوقاتهم صعوبة. ربنا يتوج الجهود بالنجاح والتوفيق دائما. أيمن رمضان يقول أيضا: نرى نجاح مبادرة فخامة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار في إنهاء معاناة الآلاف من المرضى. تسلم يا رئيس ويسلم المصريين ومصر، وكلنا على قلب رجل واحد، إحنا معاك. مشاهدينا، دي كانت مجموعة من أراءكم اللي وردت لنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفحة البرنامج للتفاعل والتجاوب مع موضوع الحلقة. نشكركم طبعا على تواصلكم، وما زلنا في انتظار المزيد من التفاعل والآراء والتعليقات. هنرجع مرة تانية ونستعرض مجموعة منها في فقرة لاحقة، لكن الآن إلى بداية النقاش والحوار عبر الهاتف مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا لك يا لاء، وطبعا شكرا لكل المشاركات. ولا أحد يعني يستطيع أن ينفي المجهود الكبير في هذا الملف. يمكن في البعض مننا ما يكونش لامس هذا الملف بشكل مباشر، ولكن في أكيد حد من المحيط بتاعنا بالفعل استفاد من هذه المبادرة بشكل أو بآخر. فكرة الانتظار كانت شبح بيؤرق الكثيرين من الأسر كنا بنعرفهم بشكل مباشر. خلونا نعرف إزاي استطاعت الدولة تقليص هذه المدة من 444 يوم ل 17 يوم فقط كمدة انتظار، من خلال حديثنا مع ضيفي عبر الماسنجر مع دكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة. دكتور محمد، تحياتي لك. مساء الخير يا فندم. مساء صح. أهلا بحضرتك. يعني سؤالي: كيف استطاعت الدولة من خلال هذه المبادرة تقليص هذه المدة من 444 يوم ل 17 يوم فقط، والقضاء على جميع قوائم الانتظار خاصة في الأمراض الحرجة؟ بصي حضرتك، أنا الحقيقة اللي أنا مستغرب له جدا إنه 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 قوائم الانتظار قلت بشكل كبير، وأصبح إنه أكبر عدد من الأيام ينتظرها المريض في حدود 15 ل 17 يوم. نعم. الحقيقة عايز اقول حاجه لازم الناس تعرفها.
ان احنا عندنا 3 انواع من المرضى. في عندك المرض الطوارئ، واحد بس راحت الاصطناعي، واحد الانشطار. نعم يبدو ان في مشكله في الصوت دكتور محمد. اي اتفضل. في حاله عاجله يعني واحد مثلا عنده ضيق في محبس الشريان التاجي الشمالي، نعم، ده ممكن يستنى 4-5 ايام ويتعمل، ما فيش منه مشكله غير انها حاله عاجله. نعم. وبعدين في الحالات اللي هي الحالات البارده، واحد عنده ضيق في الصمام الميترالي، ارتجاع في الصمام الاورطي، الحاجات دي اللي كانت زمان قائمه الانتظار بتقعد مثلا بالسنين، دلوقتي لاحظت ان انا ببعت العيان يجيب قرار ويلاقيه بعد 17 يوم 15 ل 17 يوم اتعمل. دي طبعا حاجه كويسه جدا، وهي الحل الان المؤقت لحين انه يتم تطبيق التامين الصحي الشامل. هل تم مثلا الاستعانه بعدد ازيد من الاطباء في المحافظات؟ فهيبقى هي دي القاعده العريضة. لحين ما يتطبق التأمين الصحي الشامل، فهو الانهاء قوائم الانتظار ده هو الحل. والحقيقة ناس كتير قوي خدوا فرصتهم وخدوا العلاج المناسب وكان على حساب الدولة، ودي طبعا خطوة كويسة، وهي في إطار الخطة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال التأمين الصحي الشامل. نعم. هل كانت الإرادة هي مفتاح تنفيذ هذه المبادرة؟ يعني هو كان يعني هل كانت الإرادة هي مفتاح تنفيذ هذه؟ أسمع. طيب عفوا يبدو ان في مشكله في الصوت. طيب لحين تظبيط هذه الازمه في الصوت، يعني كنا حابين نعرف اكتر، يعني هل بالفعل الاراده ان الدوله بالفعل ارادت وقررت، فبالتالي استطاعت توفير عدد اطباء، غرف عمليات، الادوات نفسها اللي بيتم استعمالها؟ ليه كان زمان بيقول للمريض هتنتظر ما يقرب من سنه وسنين زي ما الدكتور محمد ذكر، ان احيانا كان بينتظر اكتر من سنه عشان يجري هذه العمليه؟ طبعا وجود الاراده، واكيد طبعا هنحاول نعرف من ضيوفي في باقي الحلقه تضافر الجهات كلها لتنفيذ هذه المبادرة وخروجها بالشكل اللي احنا شفناه. عايز اقول لحضراتكم برضو ان من ضمن، يعني في ناس كثيرة ممكن تفرج علينا تقول طب انا اعمل ايه، اوصل ازاي لتطبيق هذه المبادرة؟ ممكن ده هيكون من خلال الرقم الساخن او الخط الساخن لهذه المبادرة 15300، الاتصال على 15300 من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بيتم تلقي كل الطلبات باجراء هذه العمليات السريعة وعدم الانتظار في القوائم. خلونا نتكلم بشكل أكتر مع دكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا. دكتورة نادية تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني طبعا كنت حابة أعرف إزاي استطاعت الدولة في هذه الفترة يعني إنجاز ما تم إنجازه، يعني بنتكلم من 444 يوم سنة وزيادة لفقط 15 إلى 17 يوم. طبعا بداية أنا عايزة أقول إنها مبادرة عظيمة وضرورية وإنسانية. نعم. لأن ما ينفعش مريض فلنفرض أو ورم سرطاني ينتظر مدة طويلة أو غيره، حتى مش بس ورم سرطاني. تمام. أنا عايزة بما إن أنا ذكرت الورم السرطاني، فأنا عايزة أقول تجربة المعهد القومي للأورام إزاي قلل عدد قوائم الانتظار. يعني كان في قبل المبادرة كان في حوالي 740 حالة في قوائم الانتظار. نعم. بعد المبادرة حتى اليوم وصلوا إلى 280 حالة فقط. تم شفائهم ولا تم التعامل معهم فقط؟ تم التعامل معهم ومتابعتهم. الأورام السرطانية ما هيش عملية جراحية فقط، هي لازم في متابعة لمدة 3 سنوات، علاج كيميائي وعلاج إشعاعي وتحاليل بعد العملية. فالمهم إنهم اتشالوا من قوائم الانتظار وابتدت تتعمل لهم العمليات وابتدوا ياخدوا علاجهم. نعم. العلاج بيستمر مينيمم 3 سنوات. تمام. ده مش انتظار، ده سيستم العلاج بداية لازم العلاج. يستمر. نعم. لازم يستمر الفترة دي. فال يعني لما تقل من 740 إلى 280، وكمان ال 280 دور في اقل من شهر هيخلصوا تماما. فده كان نتيجه لان فيه عمل مكثف، العمل من الساعه 8 الصبح لحد 9 بالليل في العمليات، يوم الجمعه كان احيانا بيكون فيه عمليات، فكل ده خلى ما بقاش فيه قوائم انتظار في المعهد.
الحقيقة يعني المعهد مثلا بيخش له 1000 مريض يوميا، متخيلة العدد حضرتك، منهم حوالي 75 أو 100 حالة جديدة، والحالات الثانية دي متابعة. لأن زي ما بقول لحضرتك إن الأورام السرطانية ديها سيستم خاص، أنا مش بعمل العملية وبخرج، أنا بعمل العملية وبفضل أتردد على المعهد لمدة 3 سنوات. لمدة 3 سنوات دي بعمل تحاليل وإشاعات وفولو أب، والعلاج بيتاخد وبيتاخد العلاج من نوع آخر وهكذا. طب حجم المستشفيات الحكومية والخاصة المشاركة في هذه المبادرة تتناسب مع حجم المبادرة والإمكانيات اللي بتتطلبها تنفيذ هذه المبادرة؟ الحقيقة يعني في، عايز أقول لك إيه، تقدم شديد جدا جدا، إن معظم المستشفيات الحكومية والجامعية قوائم الانتظار عندها قلت جدا كعدد وكمدة. زي ما بقول لحضرتك حتى قائمة الانتظار الناس اللي لسه 280 اللي في قائمة الانتظار دول فاضل لهم أقل من شهر ويخلص. تمام. لكن ما نقدرش نقول إن احنا عمرنا هنقول إمكانياتنا كده ونسكت، لازم يكون في أكتر مستشفيات، أكتر أطباء، أكتر ساعات عمل، أكتر يكون في incentives أو يكون في تشجيع للأطباء إنه يقعد مدة أطول في المستشفى الحكومي، كل ده مطلوب الحقيقة. نعم، هسألحك تبقي معي دكتورة نادية، وهنروح مرة تانية للدكتور محمد نصر نقيب الأطباء الجيزة والذي عاد إلينا مرة أخرى. دكتور محمد تحياتي لك مرة تانية. فعلا أنا سمعت بالمداخلة عن معهد السرطان، وطبعا معهد السرطان من الأماكن اللي بتدي خدمة ما حدش يتخيلها، والعلاج يتكلف كتير جدا، وفي علاج كيماوي وفي متابعة بعد العمليات إلى آخره. فمن المؤكد إنه 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 هناك خدمة قوية بتتقدم. هي المشكلة إن إحنا عدد السكان بيزيد وعدد المرضى زايد، عشان كده لما كنا بنتكلم على وعدد الأطباء في قانون التأمين الصحي الشامل، وإنه أساس طب الأسرة، وإن إحنا من خلاله نعمل الاكتشاف المبكر ونعمل الوقاية علشان نقلل عدد الحالات اللي تصل محتاجة إلى تقنية عالية، هي دي جزء من المنظومة وهي متكاملة. أعتقد إن هو ده على المدى البعيد الحل، وبعد كده هيجي طبعا هيكون اتطبق قانون التأمين الصحي الشامل. فإلى أن يتم تطبيق القانون التأمين الصحي الشامل، نظام الإسراع في قوائم الانتظار هو أكبر خدمة بتقدم للمواطن في الوقت الحاضر. نعم دكتور محمد، يمكن الأطباء هم جزء أصيل من نجاح وتنفيذ هذه المبادرة، كيف تلقى وتعامل أطباء مصر مع هذه المبادرة، لما تحملته عليهم من توقيت إضافي، عمل إضافي وما إلى ذلك؟ والله حاول حضرتك حاجة، هي الأطباء وهم بيشتغلوا بيتنافسوا على السوق. انت عارفة احنا انا كجراح قلب، انا اقدر اكلمك عن جراحي قلب واسمع، وطبعا زملاء بتوع جراحين السرطان وبتوع العظام الى اخره، الجراحين دول بيبقوا زي الطيارين، يعني عايزين يعملوا ساعات عمل، لانك انت كل ما اشتغلت وكل ما عندك ساعات عمل كل ما اشتغلت اكتر، وكل ما بنيت خبرتك وكل ما اتحسنت. فشباب الجراحين دلوقتي، انا على ايامي انا مثلا كان اللي بيشتغل عمليات القلب المفتوح الاساتذه الكبار الى اخره، دلوقتي بتلاقي شباب عندهم 35 سنه 30 سنه 35 سنه وبيعملوا كل العمليات. انا كنت لسه بزور مركز اسوان وبشوف قد ايه ولادنا اللي اتعلموا عندنا وبيشتغلوا حالات الاطفال حديث الولاده الى اخره، وعندنا في المعهد في اسم الاطفال الشباب الجراحين بيشتغلوا الاطفال حديث الولاده، والخدمه اللي بتقدم. يعني ساعات اشوف الطفل ابعته للجنه التلات في معهد القلب اليوم للاطفال، الاقي بعد 15 يوم 3 اسابيع بالكثير الطفل اتعمل. فدي وساعات عشان انا استاذ متفرغ دلوقتي الاقي ولادي يندهولي يقولوا لي تعالى اعمل معانا العمليه الفلانيه الى اخره، وببقى سعيد ان انا اشتغل معاهم واتعاون معاهم، لانه اللي فاضل انت عارف حضرتك الكفى المالوف الشهيوم، واللي بيفضل هو العمل الصالح اللي الواحد بيعمله او العلم اللي بيترك للناس ينتفعوا به.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ناصر نقيب أطباء الجيزة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وطبعا هنكمل مع الدكتورة نادية زخاري، ولكن لازم نسمع آراء حضراتكم في الشارع المصري حول هذه المبادرة والاستفادة من مبادرة القضاء تماما على قوائم الانتظار للمرضى، ونرجع مع حضراتكم. أكتر من كذا مليون في الدولة تعالج وبقوا كويسين وبقوا أحسن من الأول بكتير، وطبعا دي مبادرة وتحت إشراف السيد الرئيس، يعني ربنا يكرمه ويبارك فيه. ناس كتيرة تعالجت منها وناس كتيرة بقت مية مية. أنا شايف والله إنه حاجة جميلة فعلا من رئيس الجمهورية، أول مرة يعملها رئيس الجمهورية، ويشوف الشباب ويشوف الناس اللي مريضة دي مش قادرة تعالج، والدنيا فعلا يعني الناس فعلا ما كانتش لاقيه العلاج والكلام ده. دي مبادره جميله جدا من رئيس الجمهوريه، اول مره رئيس الجمهوريه يعملها يعني بصراحه. اذا كان الانسان صحيح جسمانيا وصحيا هيقدر ينتج، وهيقدر ان هو يعني يكون انسان نافع في بلده، فطبعا المبادرات دي كويسه جدا، ويا ريت يعني تعمم في امراض كتيره. اي علاج بيتعمل اي حد بيستفاد منه، لدرجه ان بعض الناس بتروح المستشفيات دلوقتي بتاخد علاجها مجانا، بتخفف كل حاجه، وبتعرف انت عندك فيروس، وبتعرف حاله الكبد والسكر والضغط، وتشوف كل حاجه في جسمك. ربنا يبارك له سياده الرئيس، بصراحه ما شفناش قبل كده، ما شفناش حاجه زي كده، وبنروح 10 دقائق بس وعلى طول هناك، في حتى المتابع لنا للصحه هناك 10 دقايق بالظبط، بتوزن وتقيس ضغطك وبيقيس لك سكرك وبيقيس لك كل حاجه. ربنا يبارك له، ما شفناش قبل كده رئيس عامل معانا كده. طبعا اراء الناس في هذا التقرير يمكن تحدثت كمان عن جميع المبادرات و100 مليون صحه اللي شملت جميع الناس، وتحدثوا عن الموضوع كان بياخد 10 دقائق للكشف الشامل على صحتهم والاطمئنان على صحتهم، وكمان صرف الادويه بالمجان. كل هذه المبادرات اللي في الاخر بتصب في مصلحه صحه المواطن المصري. هنكمل حوارنا مع الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي سابقا، وايضا رئيس معهد الاورام. دكتوره ناديه، يعني العائق كان الاساسي دائما في تنفيذ المبادرات هو فكره التمويل، كيف تحملت الدوله تمويل هذه الاعداد الكبيره من المرضى واجراء هذه العمليات في هذا الوقت القصير؟ طيب انا بس عايزه اصلح حاجه، انا مش رئيس المعهد القومي الاورام، انا استاذه في المعهد القومي الاورام. نعم. والعميد بتاعنا دكتور حاتم ابو الهادي. نعم. نرجع تاني للدوله ازاي وفرت كل الاموال علشان تقضي على قوائم الانتظار. طبعا في جزء من ميزانيه المعهد بتيجي من جامعه القاهره، لكن برضو يعني هي غير كافية إنها تكفي العلاج الكيميائي والإشعاعي والعمليات وكل المستلزمات للعلاج والأجهزة الباهظة الثمن. فالحقيقة برضو بنعتمد اعتماد كبير على التبرعات والكرم بتاع الشعب المصري، وإحساسهم لما بيلاقوا إن فعلا تبرعاتهم بتروح في المكان المناسب، وإن فعلا المرضى بتتعالج بهذه التبرعات، ده بيديهم دفع انهم يتبرعوا من كل قلبهم وبمنتهى الاطمئنان، لان بيكون في مراقبه على هذه التبرعات، ومفيش مليم. نعم. بيروح لاي حاجه غير علاج المريض والاجهزه اللي بيتعالج فيها المريض. طيب كيف بيتعامل المعهد، وعايزين يمكن نتكلم عن المبادره اللي بتتناول كثير من الامراض مش فقط الاورام. الاورام. نعم. كيف يتم انتقاء المرضى، على اي اساس بيتم انتقائها، مين يعمل العمليه قبل مين، وكيف يتم التعامل خاصه من خلال الخط الساخن للمبادره او من خلال الموقع الالكتروني؟ اكيد بيكون في كذا عامل. اولا بدايه ما هو راح وتقدم التحاليل اللي عملها والتشخيص، لان مش يوم ما بيخش يوم ما بيتشخص المرض بتاعه، لازم بياخد وقت من اشعات وتحاليل وخلافه علشان يتشخص، فده ليه اولويه قبل اللي هيجي بعده. نعم. ده بيكون كمان الخطوره بتاعه المرض، في امراض بيقدر يستنى شويه، يعني في ممكن يستنى 3 أسابيع او حاجه، في واحد لا بعد ما بيتشخص لازم على طول يخش عمليه، فهي دي بتكون الاولويات. المبادره كمان بتاعت 100 مليون صحه، بما ان حضرتك جبتي سيرتها فهي هامه جدا، لان ناس كتير قوي قوي ما كانوش عارفين ان عندهم هيباتيتس سي فيروس، وعرفوا
ناس كتير مش عارفة ان عندها ضغط، ناس كتير مش عارفة ان عندها سكر. ومش عايزة اقولك ان الناس اللي مش متعلمة فقط، لا ده ناس متعلمين وعلى مستوى ما كانوش واخدين بالهم ان هذه الامراض موجودة عندهم. نعم، فدي حاجة عظيمة. نعم، بشكرك، شكرا جزيلا الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا وأستاذة بمعهد الأورام، شكرا جزيلا لحضرتك معنا. وخلونا نكمل مع ضيوفي، ولكن خلونا الأول نروح نشوف آراء حضراتكم، باقة أخرى من آراء حضراتكم جات لنا على صفحة البرنامج، ونروح مرة تانية للزميلة آلاء حامد. إليك آلاء. شكرا ميرفت، وأهلا بكم مشاهدينا. ومجموعة أخيرة من التعليقات اللي وردت إلينا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي نتعرف عليها سويا. السيد سعيد بيقول عن علاج قوائم الانتظار، بيتكلم عن انها افضل بالنسبه له من توفير الاكل، بيقول قالها قائد دوله بيحس بمواطني الشرفاء وكانت لها اثر كبير في علاج الم المرضى. بعد اطلاق المبادره الرئيسي بعد اطلاق مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجه منها، وحققت هذه المبادره العديد من الاهداف، ابرزها تخفيف المعاناه عن المرضى وتقديم الخدمه الطبية على أعلى مستوى ومنع تراكم قوائم جديدة وتنسيق بين مقدمي الخدمة الطبية في مصر من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو مستشفيات أيضا القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توفير إحصائيات دقيقة عن أكثر التحديات الصحية التي يعاني منها المرضى المصريون والمستشفيات التي حققت معدلات علاج غير مسبوقة. وتعد مبادرة الرئيس سيسي للقضاء على قوائم الانتظار واحدة من أهم المبادرات الخاصة بالقطاع الصحي. تعليق آخر من صالح يقول قائد يؤدي الأمانة على أكمل وجه ومحب الوطن وشعبه، قائد حقيقي حفظه الله ورعاه وسدد خطاب. طبعا يتحدث عن السيد الرئيس عن مبادراته المختلفة في الفترة الأخيرة التي كلها تصب في صالح صحة المواطن المصري. تعليق أخير من هاني أسعد فرحات يقول هذه هي مصر الجديدة التي تبني حضارة في كل شيء في الدولة المصرية، وبإذن الله مصر وشعبها العظيم في خير قريب جدا. إحنا مصر رسالة سلام لشعوب العالم كله، إحنا مصر. بنشكركم طبعا مشاهدينا على تواصلكم معنا عبر صفحة البرنامج، وبنروح مرة أخيرة أيضا إلى ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ألاء، وشكرا لكل المشاركات اللي برضو زي ما قلنا ما فيش حد يقدر ينكر انعكاسها على صحة الشارع المصري بجميع أنواعها، كل المبادرات الخاصة بالصحة. وقبل ما أختم مع حضراتكم ونقفل موضوع القوائم الانتظار، أذكر حضراتكم أن بتتوفر الخدمة في 164 مستشفى، 99 منهم مستشفى حكومي و11 مستشفى خاص، وكمان بالإضافة لمستشفى تابعة للمجتمع المدني. ويمكن دي أكتر حاجة لفتت الانتباه، أن في مستشفيات تابعة للمجتمع المدني كانت حريصة أنها تشارك في هذه المبادرة، وده طبعا اللي ساعد الدولة على تنفيذ ونجاح هذه المبادرة. زي ما قلنا لحضراتكم ان لما الدولة بتقرر ويبقى في إرادة حقيقية لتنفيذ اي مبادرة مهما كانت صعوبتها في الماضي ومهما كانت تبدو مستحيلة في الماضي، لما بيكون في إرادة وتتكاتف جميع مؤسسات الدولة بمجتمعها المدني بشعبها نفسه، بتقدر بالفعل تحققها وبتعود في الآخر لصالح المواطن المصري. دي كان موضوع حلقتنا النهارده، وبالطبع هنفضل نتابع مع حضراتكم هذه المبادره ونجاحها لغايه ما نطلع نقول لحضراتكم ان انتهت تماما قوائم الانتظار في المستشفيات، وان كل المرضى بيجري عمليته بشكل سريع، ما فيش حتى ال 17 يوم اللي بنتكلم عنهم. بشكر لحضراتكم بالطبع متابعه حلقه اليوم، ولكن قبل ما اختم مع حضراتكم اسمحوا لي اذكركم بسؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كيف ترى أهمية التوسع في منظومة النقل الذكي؟ وهننتظر بالطبع مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك على همزة وصل إي جي، هي دايما عنوانكم للمشاركة معنا والإبداء آرائكم في موضوع حلقة همزة وصل. بشكر حضراتكم مشاهدينا على حسن متابعة حلقة اليوم، وإلى اللقاء.